لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله كربلاء لولا خوفي عليكم أن تموتوا
لأخبرته لكم إنه والله يطرح القلوب ويدمي العيوب. إخ محمد سعيد يقول لا أنا عندي دليل آخر، كربلة تموت، كربلة توجع القلب، كربلة تأذي، شلون نقول يا شيخ؟ قال تلك ذكرى تهون لها الرذايا وهي من أمهات ريب المنون. ليش يا شيخ؟ قال تركت زينبا تنادي وحسينا وحسينا يا ابن أمي. إيش تردي زينب؟ يا ابن أمي ووالدي روحوني روحوني، ضربوني سبوني شتموني أبدوني روحوني روحوني. أخي غيرتني مطام صائب الطف حتى أن من يعرفوني لم يعرفوني. خويا أبو علي خلي تحكي زين أبويا الحسين بصير حمك الله يا شيخ أحمد الوالي. ويا أبو علي عمر ما فرقتك بيه، تذكر يوم كنا صغار عمر ما فرقتك بيه، تذكر يوم كنا صغار من حضن أمي الزهرة الجوانة حادر الكرار. والهج بيه ليل ونهار، أحسك ماي بعيوني وأحسك بالقلب سبارة. يعني دول قلبي انت أبو علي أويلي. ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني عيني عيني، ايام العشت وياك اناريك وتناريني. شسوي عايش وياي من بنيك الايام اشباح. اخي حسين ابو علي ابو علي يا ثغر الربعت وياه الخوة من صدر امي. ابن ابويا ابن امي حبيبي يا ثغر الربعت وياه الخوة من صدر امي، ويا وجه اللي على ملقاه يزول وينجلي همي، ويا روح اللي ذي بطرفه ريحة والد وعمي. راح الفرح وي وجهك وي راحتك قلبي راح. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنسان يأتي إلى هذه الدنيا تشوف حليم كريم عنده صفات طيبة، وإنسان آخر عنده صفات سيئة. اللي عنده صفات طيبة من خلقته من وجوده من طينته يسمونها أخلاق السجية. هناك لا إنسان آخر يا أخي أنا عصبي أنا حاد المزاج أنا بخيل أنا أخلاقي مشكلة ولا بد. قل لي إذا تريد تغير يسمونها أخلاق النية، أنوي صادقا معترفا مقرا أن أغير هذه الأخلاق في نفسي، هذه يسمونها أخلاق النية، بس تحتاج إلى صبر. يسألون الإمام الصادق سلام الله عليه أيهما أفضل؟ قال صاحب النية أفضل.
فإن صاحب السجية مجبول على الذي لا يستطيع غيره. هذا طلع هو كريم وهو طيب وهو حنون وهو خوش إنسان، ولكن أنا إذا طلعت أنا من طبيعة حاد المزاج، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من لم يكن حليما فل يتحلم. أنا طبعي بالبيت أخلاقه ويا أهلي ويا زوجتي ويا أولادي مو حلوة، ويا زوجتي دائما أزبر عليها منا ورايح، أقول أريد أطبع أخلاقي على الطبع الحسن، شوي لساني أضبطه، شوي تصير بينا في البيت كلمة حلوة كلمة طيبة، أدخل كلمة الحبيبي حبيب هذا الحب داخل قلبي وفي لساني تطلع على لساني. هذه أخلاق النية أنا أنويها وأريد أطبقها. يقول إمامنا الصادق: صاحب النية أفضل، فإن صاحب السجية مجبول على الذي لا يستطيع غيره. وصاحب النية، شوف السر هنا، وصاحب النية يصبر على الطاعة فيكون بذلك أفضل. تحتاج إلى صبر، يعني تحتاج شوي أربي نفسي وخوش انطلاقة أن الإنسان يحكي عن نفسي: أربي نفسي بداية عاشورة، وأظل أواكي يوميا أختار لخصلة عندي أحاول أغير فيها وأبتر وما حد يقول ما أقدر. شوف أكو ناس شلون يربون أنفسهم. يوم من الأيام كان يوم شديد الحر قائل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حتى رسول الله ما تحمل الحر. كانوا طالعين يوم طالعين بعد صلاة الظهر، طالعين شوية عندهم سفرة قصيرة برا المدينة على ضواحي المدينة ورجعوا، طلعوا الساعة بالوحدة الظهر تقريبا، رسول الله ما تحمل، شافوا شجرة قال لهم: استظل تحت ظل هذه الشجرة شوي نرتاح. جالس رسول الله متكئ على الشجرة وإذا برجل خرج من بين بيوتات المدينة وإجا إلى وسط البرية، أجي برا المدينة شوية برا البيوتات هو ما يشوفه. هذا الرجل نزع ثياب العلوية، ظل بطنه وصدره وظهره عريان، نزل إلى الأرض. الرواية تقول صار يكوي بطنه وظهره وصدره وجبهته ويقول: ذوقي يا نفس، فإنما عند الله أعظم مما صنعت بك. يا جماعة احنا مو مطلوب من عندي أجي أروح على المسفلتة أفصخ ثيابي وأقعد أربي نفسي، المطلوب من عندي يا بشوية إذا ولد لساني شوية لساني أكل قبل ما تطلع حكاية الغيبة أقول: لا أربي نفسي أمسك نفسي، نظرة حرام بتعرض لها لا يا عمي خلي أمسك عيني شوي، احترام الأهل البيت. والبارحة حكي أنا أمس حكي 14 كاميرا مراقبة علي صوت وصورة، شوية أدبي نفسي شوية. إذا تريد تطلع رايحة للعرس وخاطرها تحب هي تحط عطر وتطلع خوف قدام صديقاتهم قدام البنات اللي راح وياهم للعرس، أنا عطري كذا ماركة مشتريت كذا مكياج حاطة، قول لا الخاطر أهل البيت الخاطر فاطمة الزهرة، شوي أأدب نفسي، هذا المكياج ما راح أطلع على وجهي لأن أنا زينبية أنا فاطمية، العطر أطلع ويشمني رجال. بعد ذلك الملائكة تلعنها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شوي أنا أربي نفسي. والعجيب تعال شوف الثواب العظيم الإنسان اللي ربي نفسه بالنية، هذه أخلاق النية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس رأى هذا المنظر، قام هذا الرجل خلص لبس ثيابه ناداه رسول الله: تعال أقبل. قال: ما الذي صنعت؟ قال: يا رسول الله أعمل أنا كنت أدعو عينه إلا جد يا رسول الله، أنا الحسين بدول اسمك أبو علي بدول اسمك، أنا الحسين فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، أشهد عليهم يا رسول الله أنهم ما رعوني. أقل لأبو علي: أمك الزهراء ما رعوك، باب أمك الزهراء أحرقوه، سد أمك الزهراء ما رعوك، ستر أمك الزهراء ما رعوك. أشهد عليهم يا رسول الله أنهم ما رعوني.
تعبان الحسين وإذا به قد أخذ غفوة رسول الله وإذا برسول الله في رمة من الملائكة إلي ولدي حسين ضم الحسين إلى صدره قال لحبيبي حسين أنا جدك رسول الله أبوك علي أمك فاطمة أخوك الحسن مشتاقون إليك هنا استبشر الحسين قال له جد إذا مشتاقين إلي إذا انضمني عندك يا جد في هذا الطريق علني يا جد من بلوى زماني أستري راقبي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طرد الأسى عندك وبين الدكتين صفوا العيش من بعدك بالأكدار شهيد وشاب الهم راسي قبل عبال المشيد فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ويا رسول الله ونداء بافتجاع أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل شوف مصايب قليل شوف مصايب قليل بالذي قد أقبلها فاتخذ العين من صبر وحزن شنو هي المصايب ولدي حسين ستذوق الموت ظلما راميا في كربلاء نوراي حسين وستبقى في ثراها عافرا منجدلا سيدك انت اللي تقرأ هالليلة المجلس هاليوم المجلس عليك البيت هذا بس تقرأ عني ولدي حسين وكأني بلئيم الأصل شاب قد علم وين صدر هذا صدرك اللي يا رسول الله شو تقول ايش عندك يا رسول الله يلا ولدي حسين وكأني بالأيام من بناتي تستهل تعرف يعني شنو معناه تعرف يعني قال له ولدي حسين بنيتي زينب روح الضوط
والجفن وياك وتجيبون. مأجور 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 سامحني بعد ارتقى هالبنتين بس الحسين يودع يريد يطلع يخلي المدينه موحشه مظلمه. اريد اسالك الحسين نايم على قبر جدي رسول الله منو اللي وقفه من نومه؟ شلون قعد من هالنومه؟ واذا بصوت عزيز على قلب الحسين تقل اخويا يا بعد اهلي قبل تضع نوم. قل اخويا يا بعد اهلي قبل تطلع نون تضع نون. ايش تردين زينب خاطر على الزهر السجية ما تمر. انا خوفي خوفي من تطلع ما ترجع. امشي قوم ابو علي لما امشي وجه ام فاطمة قبل ما تطلع كلها من عيوني زينب. امشي اخذك ونروح نودعك. يلا لا تقعد هنا يلا امشي وياي للبقيع امشي ويا الحسين بظلام تلك الليلة بيد زينب ماسكها. الله يا حبيب يا عبد الله الحسين وصلت الى ذلك القبر اللي ما ندري وينه بس انت يا صاحب الزمان يا ابو صالح. اجرما بنفسي على القبر هنا اقرا لك الروايه عالي مو من عندي. فما بنفسي على القبر نادى السلام عليك يا امه يا فاطمه السلام عليك يا مغصوبه الحائط السلام عليك يا مهضومه الالف. منو هذا؟ حسينك جاء الى وداعك. يا جماعه واذا ماكو جواب ما تجاوب الزهراء. ما انا كل مره اجي اسلم عليه تراسا يجيني جواب من داخل القاع والان جاي اودع اخر وداع واذا ماكو جواب. تألم الحسين ايش قال لها؟ قال لها يا مرصود حقك يا حزينة. اي وياك ساعدني. عزيزك لف ما تنظرينا. قعدي وسمعي لولينا وكسر ضلع لا تذكرينا. لا ما بعيده بكمل بكمل بعد ما في جواب. سؤال وبمشي جاوبتني او ما
جاوبتني بسائلها هالسؤال وبمشي. قول يا ابو علي. قالها يما يا يما بسائلش يما وردش تعذريني يما تعذريني في يوم عاشر بالعطش من يذبح شنو السؤال؟ يما في يوم عاشر بالعطش من يذبحوني يا ابو اللي يغمض يما عند الموت عيني عيني ويا ابو اللي يرد الخيل لو داست علي واذا بالنداء من داخل القبر وعليك السلام قيد الأسران احفظ جماعتي الحاضرين المؤسسين البادرين العاملين الساعين فردا فردا في أنفسهم ومن يجود بهم ابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح محمد وآل محمد إلى أرواح العلماء الماضين الشهداء السعداء أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات جميعا مشفوعا بثواب قراءة سورة الفاتحة تسبقها